مغربي في قبضة الجيش الروسي. ألقت القوات الروسية القبض على الشاب المغربي بعد أن كان يشارك في الأعمال العدائية بالعاصمة كييف. شاب مغربي الجنسية يحمل اسم إبراهيم، يبلغ من العمر 24 سنة وينحدر من إحدى مدن شمال المغرب. إبراهيم أكد خلال استجوابه أنه يعمل ضمن البحرية الأوكرانية واختار القتال لجانب الجيش الأوكراني بموجب عقد لم يكشف تفاصيله. الشاب المغربي يتابع دراسته في علوم وتقنيات الفضاء في معهد كييف للفنون التطبيقية. إبراهيم اعتقل رفقة طلبة عرب آخرين، ويأتي انضمامهم إلى الجيش الأوكراني بعد أن فتح الرئيس الأوكراني أبواب الحرب الدائرة في بلاده على العالم، معلنا أن كل الأجانب الراغبين في الانضمام إلى المقاومة ضد المحتلين الروس مرحب بهم من قبل القيادة الأوكرانية. ورغم أن الرئيس الأوكراني وجه دعوة للكل إلى أن الموقع المخصص لاستقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالمقاتلين بأوكرانيا، قرر عدم إدراج بعض الدول ومن بينها المغرب.